نوفمبر 2021 حدثت شكوى من نادي النصر على مغردين أساءوا لجماهير نادي النصر. بعدها في حساب النادي غرد عن أمين اتحاد كرة القدم، وكان الحقيقة تغريدة قاسية جدا تجاه الأمين العام، كان فيها اتهام أن الرجل لا يحرص على مصالح الأندية السعودية في داخل المنظومة الأسيوية. بعدين في نوفمبر أيضا من نفس الشهر تم إعلان إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمد الله بسبب قانوني. بعدها بشهر في ديسمبر 21 شكوى ضد سالم الدوسري بعد التداخل مع أنسيلمو، وفي نفس الشهر شكوى ضد لاعب نادي الشباب خالد الغامدي بسبب تصريحه، وفي نفس الشهر ديسمبر شكوى ضد نادي الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمد الله. بعدين في يناير البدء في إجراءات قانونية بحق محمد كنو، وفي يناير أيضا 22 أحد مسؤولي النادي اشتكى حمد الله في محكمة سعودية، وفي فبراير 2022 رئيس النادي اشتكى من التحكيم وناشد المسؤولين في تصريحات تلفزيونية. فبراير أيضا شكوى للاتحاد الأسباني والبرتغالي ضد الحكمين مانزانو وفيريرا، وفي شهر 3 شكوى ضد نادي الاتحاد وبعض مسؤوليه وعبد الرزاق حمد الله. 11 شكوى أبو خالد.